هتعمل ايه؟ هغسل معاك يا جدع. قوم، مش عارفك انت بالغسيل يا بنت. استني يا شيخ، انا هوريك الغسيل. استني بس عليا، استني بس ان انت توحش. ونعم انت عرفت تعمل حاجه. يا بنت استني، انا هوريكي عمايلي. ايه يا سعد عبد الله؟ مش كده؟ ايه يا سعد عبد الله؟ امال ازاي توحى؟ ده انا اللي هعرفك ازاي في ليلتك السودا دي. يا لهوي المعلمه. اجري انت طول. استنى يا بنت. البنت دي كانت بتعمل ايه هنا؟ ما طنطة يعني هتكون بتعمل ايه؟ كانت بتاخد لها فمين غسيل ومكوى، مش كده؟ اصل بقالي زمان ما غسلتش. يعني خلاص ما لقيتش غير الاشكال دي. اهو الموجود يا ست. اسمع، انا ما احبش مسخره في وكالتي، انت فاهم؟ بس ما كنتش عصبيه. طب امشي اطلع بره، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. يلا طيب يلا. انت غلطت، حقك عليا. يلا يلا، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. ادي راسك يا ابو. اوعى ابعد عني. وهون عليكي، ده انا خدامك. مش عايز اشوف وشك هنا تاني. يلا بره. طب حبات فين بس دلوقتي؟ ده انا ما صدقت لقيت حته اتوى فيها. روح بات في الشارع اللي كمان. يلا مش عايزك هنا تاني. طيب بره. طيب بره، اطلع بره كده اهو. امك صباح القلب الابيض. صباح الخير يا معلم حلوم. انا جاي لك في شفاعة. كان على عيني يا معلم، ده وسخ وكان هيوسخ الوكالة. معلش ياما في الحبس مظالين. مظالين مين يا معلم حلوم؟ دي نسوان الحرب كلها استجارت مني. انا مفتري. ايوه فانت فحوم. بس خلاص اسكت. بس السماح طبع الملاح وجدع جاني واسترجاني. مش ممكن يا معلم، مش ممكن. معلش بس انا المره دي ضمنه بدي بدي. اذا كان على البنت هي بنت الحته برضه، ونجوزها له ونخلص. لا لا. وليلى وادي عبد الله، عندك مانع؟ لا تحت الامر. يعني تتجوزها؟ بتأمري بيها يا معلمه؟ انا من ايدك دي لايدك دي. عشان الغسيل يبقى رسمي. لا يا حبيبي، انا ما بشغلش عندي فاموليات. ما ياخدها ويغور يا معلمه، ده احنا لما صدقنا خلصنا منه. اخلص انت وسد. بس خلاص بقى، الكلام ده نبقى نقوله بعدين. المهم ان انت تسامحيه دلوقتي. ها؟ يلا يلا، تحب على راس معلمتك. خش وقف يا معلم. قوم القلب. اوعى كده تتك البلا. حقك على القلب. بس عشان خاطر المعلم حلومه وجيته. ربنا يخليك. جميل مش هنساهولك يا نعمه. وادي عبدون. انا نايف يا معلم. عايزك تهديني حيله كل يوم في الشغل. طمني. فوت يا اخويا، فوت. فوت يا معلمه. نتكلم بقى في المهم. العمليه اللي قلت لك عليها خلصت وفاضل الامضاء. والفرح حجزت له أكبر لوكاندا في البلد، وهتبقى ليلة يحلفوا بيها المعلمين. إيه ده؟ أنت بتسرحي في إيه؟
الليلة اللي هيحلفوا بيها المعلمين.